سامح المصري، رئيس شركة تماس الإمارات. ميري مجدي، بنشتغل في مجال السياحة والمطاعم والفنادق. أنا ماجد فهمي، نائب الرئيس للتطوير في شركة الوسيم للاستثمار. الاستثمار في مصر أنا أشوفه هو من أفضل الفرص الموجودة النهاردة في العالم. صراحة من خلال 3-4 سنين لقينا الدنيا اتغيرت تماماً، الطرق وإحنا ماشيين من أول ما بننزل للمطار لقينا فوليوم عالي قوي في التحديثات، في المشاريع، في البنى، في العقارات. التغيير في البنية التحتية، التغيير في فكر القيادة، التفكير في اللي شفناه على مدى الفترة اللي فاتت. اشتغل على تجارة التجزئة والحجر، لما تبيع لبلد تعدادها مليون أو 2 مليون كل ما تبيع لبلد 120 مليون. عندنا مصر القديمة ومصر الجديدة، عندنا المدن القديمة والجديدة. المدن القديمة عايزة تطوير، والمدن الجديدة عايزة تشغيل وصيانة بطريقة سليمة، بطريقة حديثة. في مجال السياحة بحس إن شاء الله الفترة دي هيبقى عالي جدا 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 بالنسبة للسياحة المصري. مصر كل حاجة. أنا مشتاقة إن أنا أرجع وأقعد هنا. مصر هي أمي، أسهل كلمة أقدر أقولها لك، وما فيش أغلى من الأم عند الواحد.